معقول، اكيد مبلبعه ترامادول ولا ضربه اي حاجه عشان تستحمل الطحن ده كله. ترامادول ايه يا سلوى؟ بقول لك البنت بعذبها وبكويها بالنار بتبتسم وبتقول الحمد لله، دي كانت بتترجاني اني اعذبها كمان. لا البنت دي حويطه ومش سهله خالص يا نوسه، رسمت عليكم كلكم دور رابعه العدويه عشان محدش يقرب لها ولا يجي جنبها. لا لا يا سلوى، لا الموضوع مش كده. تصيح على اي حد في الدنيا الا انا عارفاها كويس من يوم ما عرفتها وهي جبانه ومتعايقه بجمالها وتخاف من قرصه ناموسه. لكن اللي شفته فيها ده قوه ما شفتهاش في الخواجه في عز جبروته. وبعدين يا نوسه؟ هتجنن، ما ينفعش ابقى دايسه عليها برجليا وابقى انا اللي شعر بخوف مش هي. مش اي خوف، ده خوف بيخلي رجلي تترعش. تترعش؟ مصيبه لتكون البنت اتلبست بجد من كتر قعدتها مع مجازيب صباح، ويكون جن منهم لبسك انت كمان. والنبي بلاش استظراف، انت كمان مش وقته. وليه لا؟ وممكن تبقى هي دي الحكايه، ان يبقى فعلا ركبها جن او عفريت، مش حكايه توبه وندم زي ما هي كانت بتتمتم وبتقول. توبه وندم؟ وانتوا بيدخل عليكم الكلام ده؟ ايوه، دي ينفع لها توبه؟ دي صايعه بتاعت شوارع واخرها كلاب السكك. انت غيرانه يا نوسه؟ في حاجه جواكي بتقول انك غيرانه من الوقفه اللي البت دي وقفتها قدامك؟ هزتك القوه اللي كسرت بيها عينيكي؟ لا يا هويدا بعينك، ما اتخلقتش لسه اللي تكسر ايناس الشرقاوي وتاكل من كرامتها. نوسه نوسه، ها؟ لا ده انت كده قلقتيني عليكي بجد. فوقي كده في ايه؟ ولا تقلقي ولا زفت، تطلع ملبوسه تطلع متهببه بهباب، انا ماليش دعوه بده كله. انما الخلاصه ان مفيش اي امل من البت دي، مفيش حل قدامنا غير ان احنا نلاقي اللي اسمها ساره اللي البهايم دول سابوها. اسمعي، انت لازم تلاقي لنا اللي اسمها ساره دي باي طريقه. انجزي وخلصي، مفيش وقت. ساره مين يا خالد؟ ساره دي يا فندم البنت اللي هويدا راحت سالت عليها قبل كده في شقه جاردن سيتي واتمسكت في قضيه اداب. يا راجل، والبنت دي فعلا في اسكندريه؟ مظبوط يا فندم، انا جات لي اشاره من مديريه امن اسكندريه بتقول ان في فتاه مجهوله كانت بتسكن في شقه لواحده اسمها ساره جلال عبد المنعم، والبنت دي اتخطفت، والخطف تم بقوه شرطه مزيفه، وكان معاهم واحد ملتحي، ده طبعا حسب شهاده الجيران. يبقى هي يا خالد، هي هويدا والاخوان هم اللي خطفوها. ما انا قلت لك يا فندم انا متاكد. وفين جريمه القتل اللي انت قلت عنها؟ اثناء الخطف يا فندم في واحد حاول يتدخل من العماره وقتلوه ساعتها بسيف وموتوه. ومين ده؟ لغايه دلوقتي يا فندم انا ما اعرفش، بس الاكيد ان شاء الله. اكيد ايه؟ احنا لسه هنستنى تحريات اسكندريه عشان نعرف مين اللي اتقتل، ده احتمال يكون الخواجه نفسه. لا يا فندم ما يديك فوتني، لا مش لدرجه ان هو الخواجه، انا خليتهم بعتوا لي صورته يا فندم، وادي هي صورته. مش الخواجه؟ ومين ده كمان؟ لغايه دلوقتي يا فندم احنا مش عارفين، بس البحث جاري عنه. طب وساره؟ ساره هربت بعد الموضوع ده بدقايق، وانا بصراحه ما اظنش ان هي ترجع تاني. ده العك اللي احنا فيه ده؟ واحد ميت والتاني هربانه. ايه يا مرحب؟ ايه اللي رجعك بدري كده؟ انت مش قلت هتقعدي في النادي الساعه 10؟ ما انا زهقت يا بابا وكنت عايزه اتكلم معاك شويه. ازيك يا مرحب؟ انا اسفه ان انا سمعت الحوار، بس كده الموضوع ما يطمنش خالص. حوار ايه؟ قتل وخطف وحاجات غريبه كده. حبيبتي انا وعدتك ان انا مش هخرج من البيت، ولو شفتيني رجعت المكتب تاني يبقى لك الحق تلوميني. وبعدين اطمني، الكل عارف ان انا سبت المأموريه دي وبقيت مجرد ضابط على المعاش. عشتني على فكره. وانت كمان. طب يا فندم انا هستأذن انا دلوقتي. مع السلامه يا خالد. عن اذن حضرتك. انت كويسه يا حبيبتي؟ مش هترجع الشغل تاني. وعد. وعد. حبيبي. وانتش عرفك اصلا انه ظابط. يعني ايه؟ يعني الدخيله لما بتيجي تقبض على واحده هربانه ما بتسيبش الست اللي كانت مقعداها عندها ومتسطره عليها. مش ممكن، يعني اللي خدوها دول مش بوليس؟ طب والله العظيم انا كان قلبي حاسس، خصوصا بعد ما عرفت انهم قتلوا واحد وهم بياخدوها. اقعد يا عم اقعد، قلبك ابيض، انت بتعمل حاجه في دنيتك غير قلبك اللي بيحس ده؟ وانا كنت هعمل ايه يعني؟ انت ما تعرفش الموضوع كان عامل ازاي؟ خلاص ممكن محدش يتكلم لمده 5 دقايق عشان اعرف اركز واجمع المصيبه دي. آدم. نعم نعم يا فندم.
أدم بس ممكن تفهمني حاجة الله يخليك. مين ممكن يعمل كده في هويدا غير البوليس؟ إيناس. إيه؟ إيناس؟ أيوه إيناس، هي الوحيدة اللي عارفة علاقتك بيها. أكيد قعدت تنبش لغاية ما جابت العنوان وكارت عليها حد علشان يجيبها عشان تعرف توصل. يا دي إيناس دي، هي مش هتهمد الست دي بقى وتقصر الشر؟ تقصر الشر إيه؟ إذا كانت هي الشر ذات نفسه. ها بازوكا، ها؟ أيوه يا خواجة. إيه؟ طمني. جابر اتقتل يا خواجة، لسه الخبر جاي لي دلوقتي. جابر مين؟ جابر مين اللي اتقتل ده؟ جابر بتاعنا؟ اتقتل ازاي؟ مين اللي قتله؟ الناس اللي ناس وزتهم على هويدا هم اللي قتلوه. يا اخويا الناس قرت على مكانها، وجابر كان رايح عشان يقول لها تسيب المطرح اللي هي فيه. هجموا عليه هناك وقتلوه. طب ركز معايا بازوكا، اول حاجه تعملها دلوقتي حالا تشيل الشريحه دي وترميها. كنت على الصيد. تكن هناك ولا تتصل بيا ولا دي اولو. لو عوزتني في حاجه يا ريس. يا سيدي انا هعرف اوصل لك، مش في ضاحي، مش في ابن عمك الرزل ده، انا هعرف اتصرف. اعمل اللي بقول لك عليه. يلا مع السلامه. ايه مين اللي اتقتل ده يا قاد؟ يعني ايه هو ده اللي اتقتل لما اخد هويدا؟ عرفت مين اللي خدها؟ ايناس. لازم اوصل لها. الحمد لله على السلامة يا شيخنا. الله يسلمك ويرضى عليك، انت ولد مخلص، عشان كده جميلك ده مش هنساهولك حتى يوم الدين. طب ليه كده بس يا شيخنا؟ اقسم بالله انت صادق صادق يا راجل، ده حاجة بسيطة بس عشان تعرف غلاوتك عندي. تمام. اخبار الدين ليه؟ تمام يا شيخنا وكله تحت السيطرة. الله الله. بيحلم بيك وبيعشق جمالك. ابو ستك لو عايز تنتقم. لا 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 لا، انتقام ايه؟ انا مش بتاع انتقام. احنا بشر خطائين يا ست الكل. المولى عز وجل فرض على نفسه الرحمه